لعبنا واتبسطنا وضحكنا، وطبعا محتاجين ناكل اي حاجه تدينا طاقه كده. والنهارده الاكل اللي معانا اكتر الاكلات اللي بتدي طاقه، والعصير اللي معانا من اكتر العصاير اللي بيبقى بيدي مناعه قويه جدا 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 علشان الفيروسز بتاعت الشتاء، واحنا طالعين بقى من الفيروسز ومش عايزين فيروس تجينا تاني. صح صح. طب مين؟ لا ايه، عايز فيروس؟ صح. صح ماشي. مين بقى بيعرف يطبخ اصلا ويعمل حاجات حتى لو بسيطه؟ هنحل كلكم. طب قول لي بقى، واحد بتعمل ايه احلى حاجه يعني؟ ها بتعرف تعمل بعرف ايه؟ اعمل برجر، برجر. نايس. بعرف اعمل حاجات كتير قوي 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 يعني، شكلك طباخه شاطره وتساعديني النهارده. وانت بتعمل ايه حلو؟ انا عصير. انت واقف في التخصص الصحيح. وانت ما بتعمل ايه؟ بوب كورن وعصير. يا ولد طيب، انتوا النهارده تعملوا لنا عصير جوافه. هل حد عارف ايه هي اهميه الجوافه؟ قولولي. فيها فيتامين بي تقريبا. برافو. وايه كمان؟ لا مش عارف. صح، في ماجنيسيوم وفيتامين بي وبيقوي المناعه جدا. طبعا انا مش محتاجه اشرح لكم هنعمل عصير ازاي، انتوا عندكم جوافه وسكر، عيشوا حياتكم. اما بالنسبه لاكلتنا النهارده، تفتكروا هنعمل ايه؟ تفتكروا ده ايه؟ حاجه حلوه ولا حاجه حادقه ولا ايه؟ لحمه؟ لا. دي فرخه؟ لا. دي بتسمى تمر. هنعمل النهارده كرات التمر او الديت بولز، لذيذه ويامي وبتدفي في الشتاء ومغذيه جدا، كلها حاجات مغذيه جدا. سيبوني انا بس ايه، عشان احنا طبعا الحاجات السخنه الكبار هم اللي بيستخدموها. هنبتدي نساعد بعضينا بقى كده، اعمل عصير ونسخن. ايوه ابتدوا، انتوا لسه ما ابتديتوش، انتوا شغالين في العصير واحنا شغالين هنا ايه في المكونات اللي عندنا دلوقتي. بقى يا اساتذه عندنا ايه؟ نسيب بس الطاسه تسخن. عندنا زبده، وايه دي؟ ده يوجر. ده مش يوجر، ده مش زبادي، ده قشطه. زبده وقشطه، وده دقيق سميد معمول فيه لبن بودره، واحنا اوريدي حاطينه شويه على النار علشان يصفر. اوكي، دقيق سميد في لبن بودره اوريدي مجهزينه ان هو يبقى على النار عشان يبقى واخد اللون، وده بسكوت مقطع. اوكي مكسر يعني. تيجوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه نحطها ايه تفتكروا؟ الزبده طبعا. الزبده طبعا. ايوه تعرف تطبخ بقى. ما انا كنت هقول كده بس. انت كنت فاكر ايه؟ انا قلت كده بس. ماشي. طب لا سرعه بقى كده في الاداء، مين هيساعدني بقى يفضي الحاجات دي ويحطها؟ ده ماشي، هو تايم جنبي فممكن يتيمه. ننزلها تحت. اوكي ننزلها تحت فين؟ تحت. ماشي. ونحط بقى الايه، القشطه اللي انتوا كنتوا فاكرينها مش قشطه دي، عليها على طول كده اهو. اتفضل. وانت بقى بتعرفي تطبخي، ممكن تيجي هنا ايه لحد ما اشوف العصير اخباره ايه. هنا بقى احنا قطعنا، الله على الفريق المتعاون ده، فريق متعاون جدا. حط الجوافه في مكانها، حطيته اللبن، حطيته سكر. بجد نتاكد بقى ان الخلاط محطوط صح، بس ده بروفيشنال عصير يا جماعه فهو عارف كويس قوي. انت بتعمل، انت مسؤول عصير في البيت؟ ها عملت عصير ده قبل كده؟ انا كمان بعمل عصير. انت كمان عملته قبل كده؟ طيب يلا بينا. يلا هنضرب. اضرب. انا بس حلو قوي، حلو قوي كده. كده الشباب جهزوا العصير، هيصبوه بقى في الكوبايات ونشوف هنا بسرعه. الزبده والقشطه، برافو يا ست البنات. نعمل ايه؟ نحط ايه بعدها؟ نحط اللي احنا كنا مجهزينه ده على النار من قبل كده. ولازم بصوا بقى، لازم نقعد ايه، نقلب نقلب واحنا بنبصوا. بصوا التركه دي، بصوا بصوا. انتوا كمان ممكن هناك تبصوا عشان ايه تعلموا. تفتكروا ممكن تعملوا الاكله دي في البيت؟ انا شكلها. طب انتوا عارفين ايه مليانه ايه؟ ايه تفتكروا ايه؟ فيتامين حديد. حديد. عارفين الحديد مهم ليه لجسمنا؟ ليه؟ مين عارف الحديد مهم ليه لجسمنا؟ عشان نكبر. علشان؟ نكبر. نكبر. وعلشان بيحافظ على العضلات بتاعتنا وجسمنا، وعلشان بيحافظ على الوظائف بتاعت دماغنا، نبقى مركزين ونفكر احسن ونبقى فلاش اكتر. وكمان مهم قوي بقى ان احنا مثلا نبقى ما بيجيلناش انيميا، عشان الانيميا دي مش حاجه كويسه خالص للاطفال. طب ايه؟ هي ليه ريحتها زي ريحتها من الريحه؟ ريحتها زي الايه؟ زي البسكوت كده. زي البسكوت كده، واحنا لسه ما حطيناش البسكوت من كتر ما هي ريحتها لذيذه. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا بحط حبه حبه، وده مهم جدا جدا ان هو يبقى بيحصل عشان البلاندنج. يا اولاد مين هيساعدني هنا؟ شكرا يا ست البنات. اللي بعده يلا حط اللي بعده. ايه؟ اي بسكوت. العصير خلص. رغم ان احنا لسه ما حطيناش البسكوت. العصير خلص. العصير خلص؟ طيب ماشي هجيلكوا بقى، لسه هنعمل البوز مع بعض. يلا تخيف اهو كده عشان ما تبوظهاش. ايوه. طيب قولوا لي بقى، لما بتساعدوا في البيت، بما انكم كلكم بتعملوا عصاير وطبيخ وكده، هل
بتنضفوا وراكم ولا بتسيبوا المطبخ كله فوق بعض وماما اللي تنضف؟ صراحه يعني نبتدي بالاستاذ تايم. انا ما بتبش خليها تنضف المطبخ. ليه؟ طب انت بتوفر يعني بتعرض عليها؟ لا زي انا قلت لها هنضف المطبخ قالت لا. اوكي ده يعني هي بس يعني هي يعني عايزه تريحكم بس انت ممكن تريحها مره يعني. طيب انا عرفت بقى ان حاله بتضحك شايفاكي. تضحكي ليه يا حلوله؟ مفيش يعني عادي جدا ما بعملش حاجه. ما بعملش حاجه؟ ماشي. طب تعالي بقى يا استاذه حاله هنحط بقى ايه اخر المرحله دي اللي هي التمر. تمر نحطه في النار وهنحط عليه اخر حاجه معانا. التمر ده البلح ده ايه ده؟ ده ما ده فانيليا. فانيليا ايوه شكله سكر وقرفه. حط دي هي دي هتحط فين؟ حطها هنا اهو. حطي شويه شوكليت طبعا. يا سلام تعالي بقى هنا يا ست البنات قلبي لحد ما كله يخش في بعضه. نيجي هنا للشباب نشوف العصير. الله انتوا شربتوا عصير ها؟ لا 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 طب ما جربتوش ليه؟ لا عادي يعني جربوا كده. اه هنشربه عشان نجرب. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا شاف؟ تمام؟ تمام تمام حلو قوي. طيب بصوا بقى احنا دلوقتي الاستاذه حلا بتحاول انها تبقى بتقلب. هنفضل نقلب 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 لحد ما ايه هعمل لكم بقى مفاجاه لحد ما كله يجد بلندد في بعضه او يتقلب في بعضه فتبقى في الاخر الشكل ده على النار. اوكي احنا بقى هنقلب باعتبار ما سيكون وهنفضل نكمل بس تعالي نوطي النار هنا عشان نشوف بقى هنعمل ايه. بعد الخليط اللي انتوا لسه شايفينه حاصل ده بتطلع زي دي بالظبط. أوكي؟ اوكي بنعمل بيها ايه؟ هقول لكم حالا احنا بنعمل ايه اصلا. بنعمل كرات التمر يعني بنعمل كور يعني بنعمل ديت بولز. فبالتالي كله بقى كله بقى كله بقى نعمل ايه؟ انا هشوف. واضح ايوه انت هتشوف وهتعمل حبيبي. هناخد بقى ايه؟ بصوا بقى انا هعمل واحده وانتوا الباقي. اوكي ايه ده احنا هنعمل بانكيكس؟ هنعمل بول طبعا امال ايه؟ مش بانكيك دي كرات التمر. كرات التمر واضحه خلاص بعد ما بنخلطها بتطلع ايه شبه كده. نعمل كوره نحطها في مكانها الحلو. أشوف. يا سلام لو نزوق شويه مكسرات مين داخل بقى؟ يلا واحد واحد يلا خش وديك حته انت يلا هديك انت حته والنبي حته كده الاستاذ ايه ملوكي ده المزنوق هنا اتفضل. عايزين كوره حلوه كده يومي كده يومي يومي. الله الله على الحماس. انتوا عارفين يا اولاد ان الاكله دي في الشتاء ايه ده بتدفي بشكل مش عادي؟ يعني انتوا لو عاملينها مثلا الصبح في الفطار هتديكوا طاقه هتخليكوا تعرفوا تركزوا كويس قوي في الكلاسز وانتوا رايحين المدرسه وهتدفيكوا بقى لو الدنيا برد ما اقولكوش دفى ما بعده دفى. طبعا 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 ينفع تعملوها لنفسكم وتحطوها في اللانش بوكس وتبقوا بتساعدوا ماما في ان انتوا تعملوا اللانش بوكس بتاعكم. ممكن كمان ناخدها فين؟ تمرين. مين اللي بيلعب رياضه؟ انا انتوا بتلعبوا رياضه قبل بقى التمرين ما اقولكوش بقى الطاقه بتاعه التمر قد ايه لذيذه وفي نفس الوقت اتس فيري يامي صح؟ ايه ده خلاص خلاص وبسيطه جدا خلصنا؟ اه الله ادوني بقى مكاني كده. الله الله مين الكره الحلوه الصغننه دي؟ انا انتي ماشي حلوه جدا أنا جدا كده بكده نبقى احنا جهزنا. تعالوا بقى ايه نحط دول كده جهزنا اطباقنا النهارده وعندنا عملنا ايه؟ قولوا لي عصير و عصير ايه؟ خوخ ده خوخ؟ جوافه. انت بقالك ساعه بتدي جوافه. ده عصير جوافه وعملنا ايه؟ كرات التمر. احفظوا بقى كرات التمر دي يامي ولا ايه؟ تيجوا ندوق؟ ماشي يلا. يلا ندوق يلا كل واحد ياخد. انا فاضل ياخد. اتفضل يا استاذ اتفضل. انا كمان. يلا. طيب فاكرين بقى قبل ما نختم عايزه افتكر معاكم حاجه مهمه قوي. فاكر لما انا سالتك اكتر حاجه بتهتم بيها في اصحابك ايه؟ قلت لي ايه؟ يكون جدع. يكون جدع وايه كمان؟ جدع يعني يعمل ايه؟ ما يطلعش السر بره. اوكي؟ طبعا بجد طعمها حلو قوي 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 مظبوطه جدا صح؟ صح. وكمان بتدي طاقه زي ما قلنا ناخدها في اللانش بوكس ناخدها في التمرين. احنا دينا عملنا حاجه سهله وبسيطه ومفيده جدا جدا جدا. تيجي بقى نروح نعرف يعني ايه السر؟ يعني يلا هنروح نعرف دلوقتي يعني ايه سرك في بير او يعني ايه كتمان السر. بس اعزائي المشاهدين انا هروح اكمل اكل واقول لكم ان كده نبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا النهارده مع الاسرتين الامارات دول. واتمنى تستنونا في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. باي باي, باي. باي.